خلينا قبل ما نروح لاجواء كاس العالم الانديه خلينا نتكلم عن صفقات النادي الاهلي. النادي نعم. الاهلي في الميركاتو الشتوي ضم 4 صفقات كلهم لعيبه مهمه جدا. كنت بقول للكابتن اسلام لعيبه جوكر مفيدين للمدير الفني. تاني حاجه الاعمار السنيه، والنادي الاهلي بيبني فريق كمان المستقبل، وعناصر داخله عنصر السن مهم جدا. اتفضل. طبعا صفقات ممتازه، 4 صفقات هايلين، منهم 2 دخلوا على طول وانسجموا في وبقوا عناصر اساسيه. شفنا خالد عبد الفتاح، خالد عبد الفتاح لعب في 3 مراكز. الاول الصفقه كانت جايه بطريقه الاعاره بنيه الشراء. اعاره ليه؟ لان خالد عبد الفتاح طبعا لعيب ممتاز وكل حاجه، بس انت بتشوفه لو هل هينسجم معاك، هيأدي بشكل كويس، هينسجم مع الفرقه. برضو الضغوط في النادي الاهلي مختلفه عن اي نادي تاني. لما دخل وانسجم النادي الاهلي اعتقد ان هو هيفعل بند الشراء قريب، حتى مش هيستنى نهايه الموسم ان شاء الله. يعني. لان خالد عبد الفتاح شفناه في مباراه الزمالك في مركز المساك، شفناه في مركز الباك اليمين في المباراه اللي بعدها مباراه البنك الاهلي، وبعد كده لعب في الباك ليفت. فلعيب جوكر، ده لعيب تعتمد عليه. الميزه كمان في الاعمار السنيه والجوكر، انت جبت اكتر من لاعب بيلعب في اكتر من مركز، فدي حل مهم لاي مدرب. الصفقه الثانيه مروان عطيه. مروان عطيه واحد من احسن، هو كولر خلاص بقى بيحاول طريقه اللعب بتاعه النادي الاهلي ل 4-3-3، اللي هي 4-1-4-1، الاثنين الارتكاز بيزيدوا، بيعملوا عمليه الزياده لقدام وبيكملوا جوه منطقه الجزاء، والارتكاز دفاعي اللي هو مثلا اليو ديانج. فهو الثلاثه الارتكاز، طريقه اختياره للثلاثه الارتكاز واضح بصمته، ان خلاص طريقه اللعب واضحه، ان هو اختياره لمروان عطيه واحمد جندوزي تحديدا الاثنين نوعيه لعيبه بلاي ميكر كمان، يعني اثنين بوكس تو بوكس بيكملوا جوه منطقه الجزاء، عندهم الزياده، معدل اهداف كبير، عندهم تمريرات طوليه، عندهم سكاننج واستكشاف بطريقه كويسه، بيتحركوا والورك ريت بتاعهم كويس جدا. تملي بقول يا كابتن اسامه وكابتن اسلام، الفريق البطل اللي عنده خط نص قوي حقيقه، والنهارده النادي الاهلي عنده احسن خط وسط في افريقيا.